ما غد دود غد خالي يقول لك شوفنا واحد هي مسابقة دارتها جامعة أمريكية جامعة هالت للطلبة القياديين لحل أحد مشاكل العالم. هذا العام مسابقة كان موضوعها إنتاج منتج ينقص من انبعاث الغازات ويكون صديق البيئة ويحقق في 10 سنوات 1,000,000 مستهلك. المسابقة هذه أقيمت للطلبة سواء الطلبة الجدد أو الطلبة المتخرجين. إحنا غادي نكونوا ريسبونسيبل عليها بعد ملي تأهل على مستوى الأون كامبس على مستوى الطاهري محمد. جامعة الطاهري محمد يروح تاع ريجونالز، الريجونالز راح تقام على 25 مكان حول العالم. الفريق الفائز هو اللي راح يختار المكان اللي يروح ليه باش يكمل المشروع تاعه. من اجل تحفيز الطلبه، من اجل انجاز الافكار تاعهم، يعني على شكل مشاريع، يعني تساهم في التنميه المحليه والجهويه والوطنيه. يعني المسابقه هذه يعني مع مسابقه عالميه، يعني تعطي انطباع ان الطالب يعني في بشار ولا في الجنوب الغربي اهتماماته ليس في داخل الوطن وانما اهتمامات خارج الوطن.